In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, dear listeners and students, أبنائي أعزائي الطلاب, وصلنا لنهاية اليونت. بالفعل, دخلنا على البراكتس, على اليونت بتاعك. أتمنى من ربنا أن أنت تتابعني في البراكتس دوت, أو الـ questions أو الإكسرسايز الموجودة دي كده, عشان تقدر تكمل الدائرة بأكملها, الجرامر, الفوكابولاري, وكمان التدريبات عليها. بحب أوجه نظر حضراتكم, لأن احنا دايما بنجيب الجرامر أو الفوكابولاري أو البراكتس بوجه عام كله من كتاب الستيدن بوك أو كتاب الأكتيفيتي اللي هو الورك بوك بتاعك. ليه؟ عشان يبقى نفس الكويشنز أو نفس الجرامر والتدريبات من نفس كتاب الطالب والنشاط, فده هيفيدك أكتر. الدائرة هتبقى كلها مغلقة في قواعد وتدريبات كاملة, هيوسع فكرك بشكل أكتر, هتستفيد منه بشكل أكتر. أتمنى أنها تنال رضاكم بعد رضا المولى عز وجل. ربنا يبارك فيكم, وياريت ما تحرموناش من اللايك والشير والتعليقات اللي بتخلينا أن احنا نطور وننمي, ونحاول أن احنا نوصل لك لأبسط وأصعب نقطة في نفس الوقت من القواعد أو الفوكابولاري, عشان نبسط ليك الأمر بشكل كويس يرضيك إن شاء الله. كان معكم أستاذ فوزي, قناة بوابة الثانوية العامة. ربنا يبارك فيكم, يلا بينا على التدريبات. قبل ما أبدأ حبايبي الطلاب بالتدريبات, هراجع أعمل ريفيجن سريع على relative pronouns. هنبدأ بنمبر 1, كلمة whom. هو احنا قلنا بتربط ايه؟ بتربط الجملتين الفعل بتاعهم عاقل, فعل او المفعول عاقل. جاب الاكزامبل هنا this is my friend he plays for محلة team, فقلنا هنا this is my friend who plays for محلة team. شلت هنا البنون الضمير هي وحطيت مكانه كلمة هو بشكل سريع وبسيط. الجملة التانية هنا بيقولك هنا the man is my friend, وبعدين هنا دات يو مات هيم يسدعي, الراجل صديقي انت قابلته بالامس. فربطنا بشكل تاني فقلنا هنا the man who you met yesterday is my friend. ايه اللي حصل بقى هنا؟ وده اللي ياريت تحفظه وقلته قبل كده في الشرح نفسه بتاع القاعدة. قلت لك بتستخدم طريقة سهلة, فاعل ضمير الوصل, باقي الجملة التانية باقي الجملة الاولى, وكررتها كتير, فاعل ضمير الوصل باقي الجملة التانية باقي الجملة الأولى. الفاعل مين؟ the man. طيب ضمير الوصل اللي هينوب عنه اللي هي كلمة هو, يبقى the man هو. باقي الجملة التانية, الجملة التانية الباقي بتاع you met yesterday, هنا كلمة him repetition تكرار للشخص فاحذفها, يبقى the man هو. باقي الجملة التانية you met yesterday, أرجع بقى على باقي الجملة الأولى is my friend, فتصبح الإجابة the man who you met yesterday is my friend. كده الأمر بقى سهل وبسيط معانا, وهنطبقه في أغلب الجمل. يا إما أن أنا أشيل الفاعل اللي هو repetition تكرار ده في الجملة التانية وحط الضمير الوصل relative close, أو أن أستخدم الطريقة التانية والأفضل ليهم هي اللي أستخدمها اللي هي فاعل ضمير الوصل باقي الجملة التانية باقي الجملة الأولى. كده خلصنا اهو, يلا بسرعة على which, مش عايز أطول عليكم. كلمة which أبنائي الطلاب دي بتربط الجملتين لما يكون الفعل أو المفعول ده غير عاقل, تمام؟ وطبعا هنستخدم نفس الطريقتين اللي هو ان احنا بنشيل الريبيتيشن تكرار في الجملة التانية, أو الطريقة العادية اللي احنا عارفينها فاعل ضمير الوصل باقي الجملة التانية باقي الجملة الأولى. The first example هنا بيقول لك this is the car that علي bought the car, فقلنا هنا this is the car which علي بوت, this is the car which علي بوت, وحذف طبعا the car عشان حطيت كلمة which. جملة تانية this is the office that he works in that office. شوف هنا بقى استخدم هنا المفروض انت تستخدم where, تمام؟ ممكن استخدم in which, هي where او in which اللي فيه. This is the office in which he works, in which اللي فيه هو بيشتغل, ده المكتب اللي فيه هو بيشتغل, in which أو where, ده بالنسبة لكلمة which. يلا بسرعة على كلمة whose. كلمة whose أبناء الطلاب دي بتعود على الملكية أو التبعية, ملكية أو تبعية.
إزاي؟ شوف الجملة هنا A widow is a woman that her husband is dead. الوايدو اللي هي الأرملة هي امرأة وبعدين قال لك جوزها اتوفى. فقال لك A widow is a woman whose husband is dead. اللي جوزها متوفي. استخدمنا whose وعادت على اللي هو الزوج دوت اللي زوجها. ده شخص تابع ليها. شخص تابع ليها. فاستخدمت كلمة whose. Number two, this is my friend. ده صديقي. That my friend's car is black. ده صديقه. بعدين قال لك سيارة صديقي لونها اسود. طب هستخدم هنا whose للملكية. فقلت this is my friend. Whose. وبعد كده شلت my friend طبعا عشان repetition. فقلت whose car is black. اللي سيارته لونها اسود. يبقى بالتالي عندي هنا كلمة whose بتعود على ملكية او تبعية. يلا بينا على كلمة where. كلمة where ودي بتعود على المكان. Where بتعود على المكان. أقول لك هنا example that is the school is that we study at that school. دي مدرسة إحنا بندرس فيها. فقلنا هنا this is the school where we study. دي المدرسة اللي فيها بندرس. جملة تاني I went to the restaurant. أنا ذهبت للمطعم. That my friend works there. أنا ذهبت المطعم وبعدين صديقي بيعمل هناك. فقال لك هنا I went to the restaurant where my friend works. يبقى أنا عندي هنا where أو in which اللي هو بتدل على المكان. تمام كده حبايب الطلاب وصلنا للبراكتس. أول حاجة هنا بيقولي choose the correct answer from A, B, C or D. The number one, he married the girl whose that father is the owner of the company. He married the girl. هو تزوج الفتاة. طبعا هنا عاقل فبالتالي هختار كلمة who. ده أول ما هفكر. تمام. هقولك لا you are wrong. انت خطأ. you are right. مش صح. ليه يا عم؟ قالك لان انا بتكلم بقولك he married the girl فراغ father is the owner of the company. اللي ابوها هو مالك الشركة. يبقى بالتالي انا ما قصدتهاش هي. انا قصدت ابوها هو مالك الشركة. فمش هاخد هو. هاخد كلمة whose. تمام. جملة تانية this is the house. ده البيت. Whose where I lived when I was young. ده البيت اللي أنا عشت فيه. Where عشان بتعود على الهاوس على المكان. Number three, the student whose where is sitting next to me is not clever. الولد اللي قاعد جنبي مش شاطر. طبعا قصدت الولد نفسه فهتبقى the student who is sitting next to me. يبقى أنا عايز كلمة who. كده ثلاث أسئلة. يلا بينا نروح على السؤال الرابع. سؤال رقم أربعة بيقول هنا the boy who were whose which I gave the puck got the postmark. الولد اللي أنا أعطيته الكتاب حصل على أعلى درجة. يبقى هنا the boy who ولا where ولا whose. طبعا أنا أقصد الولد نفسه فهتبقى the boy who I gave the book. تمام. Number five, this is the time. ده الوقت space. وجاب لي هنا اختيارات who, whom, who's, when وبعدين he usually arrives. ده الوقت اللي بيوصل فيه وبالتالي احنا بنختار دايما كلمة when بتعود على الطايم الوقت. يبقى اختار كلمة when he usually arrives. رقم 6 this is the player. هذا هو اللاعب who, whom, who's, when scored 4 goals. ده اللاعب اللي احرز 4 اجوال. يبقى هنا who اللي بتعود على العاقل. Number 7 كمال works in a building. كمال بيعمل في مبنى. Who, whom, who's, which has no elevator. مبنى ملوش مصعد او سلم اسانسير. في عندي هنا كلمة escalator اللي هو السلم الكهربي. elevator الاسانسير. وطبعا في بتوازي الامريكان والبريتش كلمة left LIFT وليست LEFT. فهنا طبعا هختار كلمة المبنى هنا which has no elevator. يلا بينا على الأسئلة اللي بعدها.
آخر أسئلة في نظام تشايس اختيارات الثامن والتاسع والعاشر. نشوف هنا number 8. The man whose when you are talking about left last week. الراجل اللي أنت بتكلم عنه غادر الأسبوع الماضي. طبعا the man who عشان عاقل. Number 9. Chemistry. Whose which I know nothing about seems to be very difficult. الكيمياء اللي انا ما اعرفش عنها حاجه تبدو صعبه جدا. فطبعا هنا chemistry which. تمام. Number 9 they live number 10 the last question بيقول لك هنا they lived in the house when I used to live. هم بيعيشوا في البيت اللي أنا اعتدت أن أعيش فيها. تبقى طبعا كلمة where عشان بتعود على المكان. ده كده ديزاين من الأسئلة أو شكل أو pattern من الأسئلة اللي هو نظام choice. تاني نوع من الأسئلة عندي اللي هو rewrite using the words in practice. أعد كتابة الكلمات أو أعد كتابة الجمل دي كده بالشكل باستخدام الكلمات اللي بين الأقواس. يلا بينا بسرعة. أول سؤال حبايب الطلاب في أسئلة إيري رايت بيقول لك هنا The man was angry because his car was stolen. الراجل كان زعلان لأن سيارته سرقت. استخدم كلمة whose. وطبعا احنا عندنا قلنا الطريقتين اللي هنستعملهم يا إما إن أنا بحط الـ relative pronoun أو relative clause في النص وأشيل الـ pronoun الضمير اللي هو الـ repetition دوت، أو إن أستخدم الطريقة اللي هو إيه فاعل ضمير الوصل باقي الجملة الثانية باقي الجملة الأولى. يلا نشوف. The man was angry فهتبقى the man whose. هجيب الفاعل the man whose. باقي الجملة الثانية car was stolen هتشيل كلمة هذه يبقى the man whose car was stolen. أرجع لباقي الجملة الأولى was angry. The man whose car was stolen was angry. تمام. يلا رقم اثنين. The man saw the accident. He called the police. استخدم who. فنقول هنا the man واجيب هنا ضمير الوصل who. باقي الجملة الثانية called the police. وبعد كده أرجع للجملة الأولى هنا saw the accident. يبقى the man who called the police saw the accident. تمام كده. نشوف الجملة الثالثة أبنائي الأعزاء. The library is a quiet place. المكتبة هي مكان هادي. And we like to read in it. المكتبة مكان هادي وإحنا بنحب نقرأ فيه. استخدم where. نفس الكلام. هقول هنا the library where. وكمل باقي الجملة الثانية. We like to read in. The library where we like to read in. وارجع لباقي الجملة الأولى. Is a quiet place. Is a quiet place. لازم تتعود على الطريقة دي عشان سهل عليك كتير. فاعل. ضمير الوصل باقي الجملة الثانية باقي الجملة الأولى. ويلا بينا نشوف الأسئلة اللي بعد كده. وصلنا حبايب الطلاب للسؤال الرابع. بيقول لي هنا He wants to know the time of his arrival. Use when. فطبعا نقول هنا He wants to know the time when he arrives. When he arrives. سؤال نمبر 5. بيقول لك هنا the police dog attacked the thief. الكلب البوليس هاجم اللص. it saw him هو شافه وقال لك استخدم which. فنقول هنا the police dog attacked the thief. The police dog which saw the thief attacked him. هعكس الضمير والاسم تاني. the police dog which كلب البوليسي which. أجي بقى الجملة الثانية هنا هنشيل طبعا إت ونقول هنا سو هم دي أنا هشيلها وبدلها مع اللص عشان أذكر الاسم في الأول وبعدين في الجملة الثانية أذكر الضمير. فهتبقى the police dog which saw the thief اللي شاف اللص. أرجع لبقى الجملة attacked. مش هقول بقى the thief أو attacked him لأن بدلت الاسم والضمير. السؤال السادس. This is the house وبعدين we lived in it. استخدم where. This is the house where we lived in. Where we lived in. السؤال السابع آخر واحد في الجروب ده. This is a clever student.
that he can answer the question easily. ده طالب شاطر يقدر يحل السؤال بسهولة استخدم هو. فنقول this is a clever student who can answer the question easily. طبعا هشيل هي فقط، أمر بسيط في الجملة دي. يلا بينا على آخر أسئلة في الريرايت. كده آخر أسئلة في الريرايت حبايبي الأعزاء. السؤال نمبر 8 بيقول لك هنا this is my friend that his father is an engineer. استخدم whose. فنقول this is my friend whose father is an engineer. ده صديقي اللي أبوه مهندس. شلنا his وحطينا whose عشان التبعية. نمبر 9 I bought a new car. اشتريت سيارة جديدة. But it was expensive. لكن كانت غالية. فاستخدم which. I bought تبقى الإجابة I bought a new car which was expensive. اشتريت سيارة اللي كانت غالية. The last question. آخر سؤال. أحمد is my friend. He bought a new car. أحمد صديقي هو اشترى سيارة جديدة. فقال لك هنا أحمد أحمد هو طبعا فاعل ضمير الوصل باقي الجملة الثانية باقي الجملة الأولى. أحمد هو أجيب باقي الجملة الثانية bought a new car. أحمد هو bought a new car. وارجع على باقي الجملة الأولى is my friend. أحمد who bought a new car is my friend. كده يبقى خلصنا مراجعة سريعة كبراكتس على الـ relative clauses أو relative pronouns. ربنا يبارك فيكم. أتمنى أن أنتم تفهموها بشكل بسيط وسهل. أتمنى التفاعل، أتمنى المشاركة، أتمنى منكم أن أنت تبلغ أصحابك. ربنا يبارك فيكم وما تحرمناش من اللايك والشير لأن ده بيسعدنا كتير. أتمنى لكم الخير والتوفيق. كان معاكم مستر عزت فوزي قناة بوابة الثانوية العامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.